يلا يا مصطفى، انزل يا مصطفى. يا عم بقول لك ايه، انا مستني بقى الكوشه رجع وننزل انا وهو. خلاص يا اسطى ماشي، هرن عليه دلوقتي. خلاص ماشي. الو يا عم، انت فين يا عم؟ اقف في ايه بتزعل ليه كده؟ يا عم انا هنا في حمام السباحه يا عم، انا والرجاله كلها هنا. حمام السباحه؟ انت بتهزر يا اسطى، بتروح حمام السباحه من غيري؟ يا عم انا بكلمك اهو، يلا مستنيك، يلا تعالى. طب يا مصطفى انا مش معايا فلوس، اعمل ايه دلوقتي؟ معاك فلوس؟ لا، اتصرف يا كشري وانجز. اتصرف منين يا عم؟ بس بقول لك معيش فلوس. يا عم قول لامك يا عم انا رايح العب مع اصحابي في حمام السباحه. يا عم اسكت يا عم، امي مش هتديني حاجه. يا عم بقول لك ايه، حاول يا اسطى تصرف من اخوك، من ابوك، هات 20 30 جنيه اي حاجه وتعالى بسرعه. اتصرف. سلام يا كشري، بس انجز بقى بالله عليك. يلا سلام. خلاص يا اسطى اقفل وانا هتصرف. قالك ايه يا عم؟ يا عم خلاص هو جايب اللبس بتاعه جاي في الطريق. خلاص ماشي. حس يا عم، انت هو مالك دخل في مويه يا عم؟ يا عم احنا بنلعب يا عم. مش قد النبي يا عم، ما تلعبش. ايه بقى كده يعني؟ طب استنى بقى لما الكشري يجي. ايه يا عم؟ لما يجي الكشري على بره هو كمان. مش هتعرف تعمل حاجه مع الكشري، ده هو بكرش وهينزل عليكم في المويه. ايه يعني؟ ما انا بكرش. عم انت معاك واحد في الجيش، انا برضك معايا واحد في الجيش. نشوف مين اللي هيكسب. نشوف مين اللي هيكسب. طيب ايه التالت دواء؟ بطه تطشف الميه. يا عم فين يا عم؟ احنا بنلعب في الميه يا عم. العب الا تغرق. والله لو مسكت اطلع اجيبك هنزلك ما راجل شبر ونص. انت شبر ونص؟ عيل غير الرباعي صحيح والله. الحمد لله خدت 10 جنيه من ورا امي. يا رب الراجل يرضى يخليني العب 10 جنيه. يا مصطفى يا رجالة، يا رجالة انتوا فين؟ يا ولاد اللعيبة ده عمالين يبلبطوا. خلي يا اسطى انا هاجي العب معاكوا. ثواني يا اسطى. تعالى يا كشري، يلا تعالى. جاي يا اسطى. اهو يا اسطى، هو فين الراجل بتاع حمام السباحة؟ الراجل اللي قاعد يا اسطى على الكرسي اهو، الشبر ونص اهو. ايه التاب ما تكلم نفسك بعد تجيب العشاء وتوجك على دماغك؟ ايه يا عم ده؟ خلاص يا مصطفى بس ما تزعقش، انا هلعب ب 10 جنيه. 10 جنيه؟ مفيش ب 10 جنيه يا حبيبي. مفيش ب 10 جنيه يعني ايه الحق يا عم؟ ده بقول لي مفيش ب 10 جنيه. بس يا عم كريم معانا ده صاحبنا. اه صاحبكم؟ ماشي. هات يا عم ال 10 جنيه. احلى 10 جنيه يا باشا، خد يا عم كريم. بقول لك ايه بقى، انزل ابلبط ولو غرقوا ماليش دعوه. ولا انت تقدر تلعب شويه اتضايقني؟ خد ال 10 جنيه بتاعتك واتكل على الله. لا يا عم خد ال 10 جنيه خلاص، هلعب معاهم بالراحه. يا رجاله يا رجاله يا رجاله يا رجاله، احلى مسا عليكم حبيبي كشري. يلا بقى يلا نلعب مع بعض. حد جاب كوره معايا يا جدعان؟ كشري يا اسطى، لقيت المخلصه بتاع امي سرقت منها 10 جنيه. يا ابن اللعيبه يا كشري، سرقت ام كشري؟ اه يا اسطى، بس يا رب ما تاخدش بالها بقى عشان دي ممكن تجي لنا هنا دلوقتي. تجي لنا هنا؟ تيجي فين يا عم؟ انت بتهزر ولا ايه يا كشري؟ خليها تيجي يا عم، بربط معانا. بربط معانا؟ انت بتتكلم عشان ما تعرفهاش. ايه يعني؟ هتعمل ايه يعني؟ هتعمل ايه؟ طب يا رب تجي لكم دلوقتي. يا عم انت عبيط، تجي لنا ايه يا عم انت؟ بس يا عم انت اهو يا عم، انتوا ما تعرفهاش، دي مجنونه. ما انا عمال اقول لهم كده يا كشري، هم مش عارفين ام كشري اصلا. اه ما هم مش عارفين. انت يا عم انت اهو، هتقعدوا ساكتين ولا تمشي؟ والله انت لو ما سكتوش دلوقتي انا اللي همشي. خلاص يا كشري. خلاص ماشي، محدش فيكم جاب كوره ليه؟ طب يا جدعان كنت تقولوا لي انا كنت جبت كوره معايا. خلاص يا كشري مش لازم كوره يعني يا عم، احنا جايين نلعب شويه في حمام السباحه. يا عم ماشي، المهم اللي انا سرقت فلوس من امي النهارده وجيت لعبت معاكم. يا ابن الحراميه، والله انا اجيب لك امك هنا دلوقتي. انت يا كشكوش، يا لهوي الواد راح فين؟ مين اللي بيرن ده؟ يا لهوي مين؟ ده رقم غريب. مش هرد. مش عارف ترد ليه؟ ما ترد يا ام كشري. يا لهوي بيرن تاني. برد؟ قالوا مين معايا؟ انا كريم وعجيله صاحب حمام السباحه اللي على اول الزاويه. اهلا وسهلا، في حاجه ولا ايه؟ انا هقول لك على حاجه بس امسك اعصابك شويه. يا لهوي امسك اعصابي في ايه يا راجل يا منيل؟ هو مين اللي مات؟ يا ست مفيش حد مات ولا حاجه. يا لهوي انت هتجنني معاكم؟ امال في ايه طيب؟ الواد كشري ابنك لسه جالي حمام السباحه دلوقتي وبيلعب مع اصحابه وسرق منك 10 جنيه. سرق مني 10 جنيه وانت عرفت ازاي؟ ما انا سمعته وهو بيقول لاصحابه. يا ابن الكلب يا حرامي، ده انا هاجي افرتك اللي جابوه. بس النبي من كتر ما تقوليش اللي انا قلت لك. لا ما تخافش ما تخافش، هو حمام السباحه ده غويت
غويط ولا مش غويط؟ لا يا مكوتش احنا مش تبقى غويط. هجغرق هو واصحابه العقول اللي معاه. لا يا مكوتش مش عايزين حد يغرق عشان ما تجيبليش بلوى في حمام السباحه. بلوى؟ البلوى انت لسه ما شفتهاش. اقفل، ده انا جاي اموت هو والعقول اللي معاه. ده نهار اسود، انا شكلي عكيت الدنيا. يا ابن الكلب، ده انا قفرتك اللي جابوك. يا عجله يا ابن العجله. مين يا اسطى بقى اللي كان عايز يرخم عليك وانا مش موجود؟ الاثنين دول يا كشخ كان عايزين يغرقوني وانت مش موجود يا الاثنين دول؟ كان طيوبكم ابيض. يلا يا اسطى خش عليهم. بطل انا كشري اه بطل يا شفتوا بقى هو ده كشري قلت لكم اجيب لكم كشري اي حد هيجري على صاحبي هكتفه وعوره واغرقه يا جدعان يخرب بيتكم كنت هتغرقوني انا قلت لكم لو كشري ابو كرشي لو جه هيحط عليكم ايه يا عم انت ما تقوليش ابو كرشي يا عم عشان ما اضربكش والله العظيم احنا التلاته هيتلم عليك ونديك على وشك ما خلاص يا ابو كرشي في ايه مش كده بقى كده يعني يلا رجاله عليك يلا يا جدعان ننزل بقى ينزل ينزل تحت يروح لاخر المكان ده يلا تعالوا 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 هنا يلا تعالوا تعالوا يلا يلا بس ما حدش يغش ويطلع على بص يا عم يا عم كريم والنبي بص عليهم اللي يطلع قول لنا عليه ماشي خلاص ماشي يا كشري اتفضل ماشي يا كوشة ده انت واصحابك ليلك وسودا النهاردة يا ابن الكال بيبلبطوا انت واد يا كوشري انت واد انت واد يا كوشري يا ابن الكال انت راجل منيل بتاع حمام السباحة ايه ده ام كوشري ايوه يا اخويا ام كوشري هو الواد هنا بقاله كتير هنا بقاله نص ساعة من نص ساعة يا ابن الكال انت واد يا كوشري يا لهوي ايه يا ام ايه اللي جابك هنا اللي جابني هنا بتسرق فلوسي يا كلب يا ابن الكلاب ما سرقتش حاجة يا ام ما سرقتش حاجة ما سرقتش حاجة امال جيت هنا ازاي يا واد يا منيل واحد صاحبي يا ام هو اللي دفع لي واحد صاحبي واحد صاحبك ومين ده بقى صاحبك ان شاء الله مصطفى يا ام مصطفى ده اهو طفى انت يا واد يا منيل يا مصطفى انت دفعت له اه يا ام كوشري دفع لي ودفعت له كام يا واد يا منيل دفعت له 15 جنيه 15 جنيه ماشي ده انت يومك اسود معاه انت يا واد يا كشر يا لهوي انت رايح فين يا واد يا منيل يا اما يا اما انا خايف يا اما خايف ده انت يوم ابوك اسود انت واصحابك الله 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 طب احنا مالنا طيب بقول لك يا ام كشر هقول لك حاجه بس تسيبيني امشي قول يا واد يا منيل قلت يا عم انت مجنون تقول لها ايه يا عم انت اسكت هقول لها يا عم اللي انت سرقت منها الفلوس الله العظيم يا مصطفى لو قلت لها هقول لها اللي انت اللي قايل لي اسرق فلوس من امك وتعالى معانا حمام السباحه الله يخرب بيتك خلاص خلاص مش هقول لها حاجه اهو قول يا واد يا مصطفى كنت هتقول ايه؟ بصراحة أم كشري اللي هو كشري ابنك ده سرق منك فلوس عشان يجي يلعب معانا. يا ابن الكداب والله العظيم ياما هو اللي قال لي ياما. يا لهوي بقى أنت يا مصطفى بتسلط ويسرق أمه عشان يجي معاكوا حمام السباحة؟ كداب كداب كداب. ما هو اللي بيقول أهو يا واد يا منيل. والله أنت اللي عيل كذاب ياما والله العظيم ياما هو اللي كذاب والله. هو يا أم كشري بيقول كده عشان خايف منك. خايف مني ده أنت سنتك سودا أنت وأصحابك. طب وإحنا مالنا طيب أم كشري. يلا يا عم نمشي يا عم. تمشي تمشي على فين يا حبيب امك ده انت يومكم ابيض النهارده يا لا وخد يا واد يا منيل لا يا امه ربنا معاكي بقى يا ابن الكلب ماشي لما اروح لك البيت ربنا معاكوا بقى تعالوا لي انتوا بقى ايه دي بس يا مكوشه ايه اه ده انتوا يومكم ازرق يومكم ازرق
في الواد اللي دفع لنا الكشري. انا هو ام كشري. انت هو ده، انت يومك ابيض. تعالى يا رب الفيديو يكون عجبكم يا جماعة. ما تنسوش بقى تدوسوا على لايك وتيجوا في كومنت وتصلوا على النبي وتدوسوا على كلمة اشتراك وتفعلوا الجرس علشان اي فيديو انزله يجيلكوا على طول. سلام.